السلام عليكم. الحلقة دي تم تصويرها من فترة زمنية كبيرة، ولكن بسبب حساسية المعلومات المعروضة فيها وبناء على رغبة مشتري السيارة وكمان عشان ما تعرضش المشاكل مع البائع، تم تأجيل عرضها لفترة تتخطى حاجز 6 شهور، وهي دي الأمانة في العرض والصدق في الوعد. حلقة خطيرة جدا وهتفيد ناس كتير، لذلك شاهد واستمتع ودوس إعجاب وساعدنا بالنشر في كل مكان، فالدل على الخير كفاعله في الأجر كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دلوقتي اسيبكم على الحلقه واتمنى لكم مشاهده ممتعه. اهلا بكم في حلقه جديده من ربكم عشان السيارات. قرار شراء سياره مستعمله يعتبر من اخطر القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك، نظرا لان العربيه عندنا في دولنا العربيه تعتبر راس مال كبير، رقم كبير، وتعتبر استثمار طويل الاجل، لان انت مش بتجيب عربيه كل يوم، العربيه في اقرب الاحوال بتغيرها كل 5 سنين. لذلك وبما ان الموضوع خطير، فانا صورت مجموعه فيديوهات بتتكلم عن كيف تشتري سياره مستعمله بخبره المحترفين. ممكن انت تشوفها من خلال الرابط ده او تدخل على قناتنا على اليوتيوب وتدور في القوائم اللي فيها اسمها قوائم التشغيل، هتلاقي كيف تشتري سياره مستعمله بخبره المحترفين. بعد كده اتعرضنا لمشكله غش التجار في السيارات المستعمله، ان العربيه ممكن تكون حوادث والتاجر يبدا ان هو يعملها بطريقه جيده جدا، فمش تبان ان هي حادثه وتاخد عربيه اغلى من ثمنها بكتير، لان العربيه اللي بتبقى حوادث لها ثمن والعربيه السليمه لها ثمن تاني خالص. فلذلك صورت لكم حلقتين اسمهم كشف الاسرار في غش التجار جزء 1 و2، برضو ممكن تشوفهم من خلال رابط الظاهره قدامنا. بس في كل المجموعه دي ما صورت لكمش ازاي تعرف العربيه لو مغيره نص او ربع، تعرفها ازاي؟ يعني العربيه قصه جزء من جسمها ومتغير بالكامل، كان فيها حادث كبير والحادث ده تم تغيير جزء كبير فيها، نعرفه ازاي؟ لذلك حلقتنا النهارده باذن الله هعرفكم فيها برضو باسلوبنا السهل المحترف، وهنبدا ان احنا نشرح على العربيه قدامنا ازاي تعرف لو العربيه اللي بتشتريها المستعمله دي فيها نص او ربع او فيها جزء من اجزائها متغيره او حتى فيها شغل في الدواخل بتاعتها. حلقه مهمه جدا جدا جدا، وطبعا تصويرها كان صعب علشان ان انت تعرف معلومات فنيه زي دي، مش اي حد هيديها لك من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه مش كل يوم هتلاقي عربيه ممكن تصور عليها الشغل ده. فلذلك حاول ان انت تدوس اعجاب دلوقتي حالا على الفيديو علشان الفيديو ده يبقى مرشح من اليوتيوب لناس كتير تشوفه. حاول ان انت تشترك في القناه وتفعل رمز الجرس، ولو انت مشترك قديم ادخل على الاشتراك واضغط على رمز الجرس تاني فعله، ان يبقى عليه شرطتين في الجناب زي ما احنا شايفين كده علشان يوصلك اشعارات بالفيديو. والاهم من ده كله ان انت حاول ان انت تشير الفيديو ده لناس كتير، لان الموضوع خطير جدا وانا هديكم خلاصه خبره سنين، فحاول ان انت تساعدني ان احنا نوصله للناس علشان ناخد الثواب والدل على الخير كفاعله. مبدئيا خلينا نتفرج على الحلقه اللي معانا. المفروض ان معانا النهارده عربيه كيا سبورتاج 2017، والعربيه دي جايه استيراد من بره بالنظام اللي هو النظام اللي اخواتنا ذوي الهمم، والعربيه دي المفروض انها جايه تتفرز، يعني العربيه لسه جايه ما علقتش نمر، ما عملتش اي حاجه في الدنيا خالص. خلاص، فخلونا بقى نتفرج على العربيه ونعرف منين اذا كان فيها مشكله. تعالى معايا. اول حاجه في العربيه انت بتبص على الخوارج بتاعتها، بتبص على شكلها العام، بتبص على الفروقات بتاعتها. تمام، الفروقات سليمه ولا لا؟ تعالى هنا كده معايا، قرب معايا هنا. بتبدا ان انت تبص على مسامير الرفارف دي محلوله ولا لا، عليها علامات حل ولا لا، بتبدا ان انت تبص على المسامير بتاعه الكبوت، وبتخلي بالك ان ممكن ان هي تكون اتحلت وملمومه بقلم، يعني متعلم عليها بقلم بحيث انها ما تبانش. بتبدا ان انت تبص على المسامير بتاعه الواجهه، وخليك هنا معايا، هتلاقي هنا المسامير فيها علامات ان هي فتح، لان هي مش سودا كامل، هتلاقي هنا فيها علامات بياض كده، معنى كده ان في هنا حاجه اتحلت. تبدا بقى ان انت تبص على الصدر بتاع العربيه، هنا في عندك سلاحين شاسيه، السلاح اللي هو ده، تبدا ان انت تبص على سلاح الشاسيه ده، السلاح جاي عدل والواجهه بتاعته سليمه ولا لا، لان في عربيات كتير والعربيه بتاعت السبورتاج النهارده دي من ضمنهم، العربيه دي المفروض ان هي ممكن انها تغير الوش ده كامل، كل الوش ده يتعمل فيه حادثه ويتكسر ويتشال ويتحط لها واحد تاني ومش هيبان، لان الوش ده كله متعمل ببعضه. تعالى كده معايا، لاحظ هنا ان اللي ماسك الوش ده كله في جسم العربيه الاربع مسامير اللي راكبين هنا على سلاح الشاسيه ده، شايفهم هم. خلينا هنا نفتح الفلاش، احرك ايدك معايا يا احمد كده، تمام، ايه اللي بيدك كده معايا سنه، تمام. خلينا هنا، شايفين هنا ده هنا كده سلاح الشاسيه، ودول الاربع مسامير اللي انا بقول عليهم، 2 فوق و2 تحت، انما الصدر ده كل ده بيتغير. لاحظ هنا المسامير، هنا هتلاقي المسامير محلوله، هنا المسامير باين عليه ان هو محلول اهو، شايفين عليها علامات ابيض ابيض ابيض، خلاص هنا كمان، تمام. اذا الوش ده كله محلول. لاحظ ان العربيه المفروض بيبقى لها مصفحه، المصفحه هنا مش موجوده، لاحظين المصفحه اللي بتبقى في ايه، في وش الموتور، المصفحه مش موجوده. طيب، يبقى دي كده في علامات ان وش العربيه دي في حاجه مش مظبوطه. خلاص، تعالى بص معايا الفوانيس.
الفوانيس انا لاحظ ان الفانوس ده مغيم، وهتلاقي هنا اهو لو احنا قربنا منه قوي هتلاقي ان في هنا علامات تسييح، يعني في هنا كسر مثلا وحد مسيحه او حد فرده او حد عامل فيه حاجه. خلاص طيب، يبقى كده في قلق من وش العربيه. طيب خلونا بقى نكمل باقي جسم العربيه، لان خلي بالك دايما بيبقى عاملين زي الانسان كده، في واحد مشبوه وواحد سليم. المشبوه ده لازم تلاقيه وراه مصايب كتير، كل ما هتدور هتلاقي. تعالى معايا كده، حاول تحرك معايا بسرعه. بصوا يا جماعه دلوقتي اول حاجه هنروح فاتحين الشنطه ونبدا ان احنا نبص على الشنطه بتاعتنا. الشنطه مش باين عليها حاجه يعني عاديه. طيب تعالى هنا كده معايا، صاحب العربيه بيقول لي انا ايه جبت العربيه والعربيه اتسرق الفرده الاستبن بتاعتها في المينا. طب مين اللي قال لك كده يا ابني؟ اصل انا فتحت ما لقيتش فرده استبن. طيب لاحظ هنا كمان العربيه جايه بايه؟ بالفبره دي. ركز معايا قوي، العربيه اللي بتيجي بالفبره دي، العربيه دي المفروض ان هي ما يبقالهاش فرده استبن، دي بتبقى الفبره دي جايه استيراد من كوريا، يعني بتبقى عربيات كوري، والعربيات الكوري دي بتبقى جايه بمنفاخ وماده، بحيث ان العربيه اتخرمت منك بتوصل المنفاخ وتحط لها الماده فهي تلحم نفسها وبتمشي، ما لهاش فرده استبن. يعني لما تلاقي الفبره دي كده بالشكل ده كده اللي هي اخلى المكان كده ومفيش هنا مكان لفرده استبن، فهي كده ايه؟ من غير فرده استبن. طب تعالى نشيل دي بقى كده. بص هنا معايا يا صاحبي، بص هنا كده قرب قوي، خلينا انا بقى اصور للناس. لاحظ التجاريح الكتير قوي 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 قوي، واللون الباهت بتاع الدواخل، لاحظ معايا شايف؟ طيب المفروض ان عربيه مستعمله 2017، ايه اللي هيخلي الحاجات دي تتسلخ كده؟ تمام؟ لاحظ كده؟ ايه اللي هيخلي ده يقشر كده؟ طيب خليك معايا، لاحظ بقى قوي، وشغل المفتش كرومبا هيبدا يشتغل اهو. لاحظ المفروض العربيه دي نازله ايه؟ من غير استبن، بلام فيها الفبره من غير استبن. لاحظ بقى كده يا صاحبي، في هنا علامات مكان فرده، مكان البصمه بتاعت الفرده. ركز بقى معايا هنا كده، ليه؟ مع الحراره، مع الحراره ده بيسيح، العزل ده بيسيح فبدا يطبع. هنلاقي هنا الفرده كان اسمها ايه؟ يوكوهاما، المفتاح العشره اللي كان جاي مع العربيه، كل ده سايح مكانه. معنى كده، معنى كده يا صاحبي ان كان في هنا فرده استبن. طب الفرده الاستبن دي راحت فين؟ ليه بقى هنا في فبره؟ وطبعا خلي بالك الفبره اخده مكان فرده الاستبن، يعني دي مش بتاعت دي، في هنا حاجه لمحه مش طبيعيه، في لمحه غلط. طيب اللمحه الغلط، خلينا بقى نبدا نشوف ايه، نروح جايين كده وفسخين الفبره دي ونبدا نبص. هنلاقي هنا في هنا هب ابيض اهو، شايفين في هنا ايه؟ علامات بويه. ركز، شايف معايا؟ طيب نيجي هنا نبص على الشنطه، الشنطه بتاعتنا اهي سليمه مفيش فيها حاجه. نبدا ان احنا نبص على مسامير الشنطه، مش باين عليها حاجه، مش باين عليها محلوله صح اهم. بس في هنا بقى مشكله، خلي بالك معايا ان مسامير الشنطه مش المسامير دي بس، فعندك المسامير بتاعت قواعد المساعدين هتلاقي باين عليهم صدى مفكوكين وصدم، فتقوم انت على طول ايه اوتوماتيك كده هبدا اشك في الشنطه. ليه يا صاحبي؟ ركز هنا معايا، شايف اللون ده؟ اللون هنا باهت اهو، لون كالح باهت. بص هنا كده هتلاقي لون احمر، ايه؟ احمر برتقاني شويه. اقوم انا جاي اعمل ايه؟ اروح جاي ماسك دي كده واروح ايه حللها كده وابص عليها من جوه، الاقيها فعلا هب احمر. هبدا ابص من جوه هنا، هلاقي هنا ايه؟ بويه اهو، شايف البويه؟ شايف؟ معنى كده يا صاحبي ايه؟ ان الشنطه دي كلها رشه. مش معقول تكون لسه ما دوستش اعجاب، دوس اعجاب لان انا بقول لك ده اسرار، شايفين؟ تمام. طيب اذا يبقى باب الشنطه ده، امسك كده يا ابني، باب الشنطه ده يا صاحبي مش بتاع العربيه دي، والشنطه دي متغيره والمسامير دي مرشوش عليها كمان بحيث انها تبان انها شركه. ركز بقى معايا، كل ده احنا لسه بنكتشف اهو، بنكتشف، تعالى نكتشف مع بعض. هنروح جايين بقى وشدين الشريط ده، ومن النقط المهمه قوي اهو، شدين الشريط خلاص بس كده. تعالى بقى بص هنا كده، شايف يا صاحبي؟ في هنا فيش اهي، اه شايف؟ اولا الفبر ده واحده موجوده، الكلبسات واحده لا، هتلاقي فينا فيشه ملهاش حاجه اهي، وهتلاقي في هنا اثار ايه؟ اثار بويه اهي كده. احنا كل مدى الشك بيزيد اهو صح؟ تعالى بقى كمل معايا، في المنطقه اللي ورا دي حاجه مش طبيعيه، نتاكد منين؟ تعالى هتبدا ان انت تفتح الباب ده للاخر، وتبدا ان انت تبص على مسامير الباب، هتلاقي المسامير هنا باين ان هي محلوله قبل كده. تمام، طب ارجع لورا كده معايا،
نعمل ايه؟ اللقطه دي مهمه قوي 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 قوي، ركز فيها قوي. هروح جاي جايب الشريط بتاع الباب ده كده واروح جاي خلعه كده، هسقطه اهو. ايه الهدف؟ يعني انا بفك الشريط ده ليه؟ تعالى بقى معايا. في حاجه هنا اسمها زونه بالفابريكا اهي، شايفها دي؟ المفروض ان الاجزاء الصاج دي بيبقى ده وش لوحده واللي جوه وش لوحده، وبتيجي مكنه كهرباء بتروح ماسكه كده كلبه كده، تروح عامله بنطه بنطه بنطه، بتحس انها تلحمه في بعضه. لاحظ هنا كده برضو، تعالى احمد النهارده مش مركز معايا في التصوير، شايفين البنط اهي؟ تمام، ركز بقى، ركز ركز. البنط هنا بدات ايه؟ تسيح تسيح. لاحظ ان هنا ده بعد ما كان عدل بقى بيلعب اهو، ملعبط اهو، شايف اهو؟ شايفين؟ ركز ركز، ارجع بقى لورا شويه كده وخد نظره شامله، هتلاقي ان اللون هنا غير اللون هنا، اللون كالح. لاحظ اهو. انا خلي بالك، انا كل اللي انا عامله لكم ده ما استخدمتش جهاز، يعني انا ممكن اطلع الجهاز بقى اطلع لكم بقى المصايب اللي فيها فين، تمام؟ انما دلوقتي ايه، بقول لك بمجرد النظر بالخبره. هنيجي هنا ونضخ العين دي، هنلاقي هنا، شايفين؟ شايف معايا؟ ركز. طيب هنروح جايين زقين ايه، زقين هنا كده، وابدا اتفرج على المهزله. شايف المسمار ده؟ شايف المعجون اللي عليه؟ شايف الفبر المتكسر؟ شايف الضفيره اللي ملعوب فيها؟ خلاص عرفت بقى بنعرف الربع ازاي والنص ازاي. خلاص. طيب كمان هنبدا ان احنا نقفل دي كده، ونبدا ان احنا نبص هنا على المسامير بتاعه الكنبه، هنلاقي المسامير محلوله. طب هي الكنبه دي محلوله ليه؟ هنلاقي هنا كمان في عندك هنا مسمار من بتاع الفبره مش موجود اصلا. خلاص، خلي بالك ان لازم اي مجرم او حرامي في الدنيا لازم يسيب وراه علامات. مجدعتك بقى وشطارتك انك تعرفها. هنستخدم الجهاز عشان بس اكد لكم على حاجه. مفروض ان القياس السليم من 5 10 15 20. لاحظ هنا ان هو اداني ايه؟ ان فينا لحام اصلا. خلاص. طيب تعالى هنا جنب اللحام، 1.2 ملي، و2 من 10 ملي، 65 من 100 ملي، 55. شايفين فيها معجون قد ايه؟ طيب فاروح انا جاي اعمل ايه برضو عشان اتاكد برضو؟ اروح جاي خلع الفبر ده. تعالى بص يا صاحبي، بص كده، شايف ده بقى ملعبط ازاي؟ بيلعب اهو، ما هوش عدل، يعني الجنب ده مش عدل بيلعب. لاحظ بقى هنا كده اهو، شوف علامات البوية، شايف؟ شايفها؟ شايف الصلاة هنا؟ شايف الفبر ده وقع ازاي؟ ايوه اهو، شايف؟ تمام. ده غير بقى ان في نقطة هنا، الكاوتش بتاع العربية دي مفيش فيهم فرد اخت التانية، يعني هي من الأساس العربية بتقول لك أنا في حاجة غلط، خلي بالك مني أنا في حاجة غلط. الكاوتش بتاع العربية كل فردة نوع وكل فردة شكل. هو زي ما قلت لكم في لمحات كده بتعرف الواحد إن في هنا حاجة، في هنا حاجة غلط. تعالى هنا معايا. برضو في نقطة هنا مهمة يا جماعة. الشريط. هنبدأ إن احنا نشد الشريط ده وننزله. لاحظ هنا. انا عايزك تركز قوي، مش عارف الكاميرا هتقدر انها تجيبها لنا ولا لا. ركز قوي يا صاحبي، الزنب هنا سليمه اهي، تمام اهي، هنحاول ان احنا نجيبها. ولكن هنا هتلاحظ ان في تسييل بويه اهو، في هنا تسييل بويه اهو، اهو شفته تحت سبع مباشره طبعا، في تسييل بويه. طب ايه اللي جايب بويه هنا؟ طيب كمل بقى معايا. لما بتشك في عربيه انها مغيره حاجه لازم تبص على اللحام القايم اهو، اللحام القايم اهو صاحبي، ركز بقى كده. لاحظ هنا ان البويه بتلعب، وفي كمان هحاول ان اطفي هنا الفلاش يمكن يبقى اوضح شويه. لاحظ هنا النقط دي، في نقط كده ناعمه في البويه، البويه بتاعت الشركه ما بقاش فيها نقط كده، النقط دي بتبقى من ايه؟ تراب، وهو بيرش المكان ما بقاش معزول كويس فيبدا ان هو يعمل النقط دي. لاحظ هنا بقى التسيله بتاعت البويه، شايف دي؟ دي تسيله البويه اهي. هنا واحده زيها اهي، شايفها اهي. الشركه ما بتسيلش البويه، شايف هنا اهي؟ واحده اهي كمان اهي، اهي. شايفها بابا؟ شايف؟ طيب لاحظ هنا في حبايه اهي، مش عارف تحت ايده، في حبايه رمله اهي تحت البويه، تحت البويه في حبايه رمله اهي، تمام. كمل كمل كمل.
كله بنفس المنظر شايف اهو. دي غلطات بويه اهي. العربيه مش دواخل، العربيه اللي مغيره جنب بالكامل شايفين اهو. شايفين؟ طيب نيجي هنا ونبص هنا هنلاقي الفبر ده متعلم على علامات ايه؟ تسييح. تبص الضفيره هنا تلاقيها متقفله بشكرتون. كل ده فيه حاجات غلط اهي بتحصل اهي. فك كده خالص اهو. شايف؟ شايف دي مفسوخه اهي من مكانها اهي. شايفين؟ الضفيره دي كلها ايه؟ كانت متشاله. ركز معايا كمان. تعال بقى نبص على التابلوه، شايف التابلوه؟ في هنا كسر اهو. طب ده بيعمل كده ايه؟ لاحظ؟ في هنا مكان علامات رش اهو، اللي هو الابيض اللي انتوا شايفينه ده. اهو. نفس القصه هنا، شوف؟ ابيض محمر. ليه؟ بعد ما اتعملت اتطفت واتلمعت. تعالى بقى بص هنا كده هتلاقي الفبر هنا مكسر، الفروقات هنا مش مظبوطه، في هنا علامات مفك. طب كل ده اتعمل ليه؟ وطبعا في حاجه مهمه كمان، ان انت تبص على بطن العربيه. العربيه غالبا بيزوقوها من بره، انما ما بيهتموش ببطنها قوي. العربيه دي مهتمين ببطنها، يعني العربيه دي بعد ما اتلحمت مسك بطنها رشها فيلر اسود شبه بتاع الشركه عشان يداري على مكان اللحمات. تعالى هنا كده البريفيزر قدامي متغير، ده مش بتاع الشركه اهو. بتبص عليه من الاختام دي تمام، اكس واي جي، ده ازاز صيني، ريبيس صيني. لسه ايه تاني؟ تعالى كده تعالى كده معايا يا صاحبي. بص هنا كده البويه بتاعت السقف، شايف التسييل اهو؟ شايفه؟ شفت التسييل ده؟ العربيه رشه بره بالكامل. طبعا لما بتيجي تحل بقى بتقعد تحل الجنبين وبتقعد تراجع عليهم تمام، زي ما احنا شايفين هنا كده. تبدا ان انت تراجع. تعالى هنا كده مثلا، من ضمن الحاجات برضو خبطه زي دي تيجي هنا ازاي؟ يعني شايفين ده معوج ازاي اهو؟ المفروض ده بيبقى شيف عادل اهي، ماشي. دي الخبطه دي جت منين؟ خبطه متعلمه اهي مجروحه تمام. هنفتح هنا على التانك ونلاقي هنا في عندنا المسامير هنا برضو، المسامير مفكوكه. وتعالى بقى هقول لكم على الكبيره، الفرش بتاع العربيه دي مش بتاعها. طبعا هتقول لي ازاي يا صاحبي؟ ايه دليلك على الكلام ده؟ هقول لك ركز معايا. الفرش نظيف جديد اهو صح؟ يعني مش شكل العربيه مثلا، الفرش بتاعها كانت حل وكانت عامله حادثه، وفي عندك هنا دعم قطنيه وحاجه جميله جدا اهو صح؟ ركز قوي ركز. تعالى هننزل هنا كده ونعمل كده اهو، نفتح الفلاش ونروح نازلين هنا، هنلاقي الضفيره بتاعت العربيه ايه؟ طالع منها كابل واحد بس اللي هو بتاع الشداد بتاع حزام الامان، اللوك بتاع حزام الامان. طيب في هنا حاجه ثانيه في الضفيره؟ لا الضفيره فاضيه صح؟ طيب بص لي كده على الكرسي، في كام بقى فيشه؟ في ثلاث فيش يا صاحبي، ثلاث فيش شايفهم هم. طبعا الفيشه اللي هي بتاعت ايه؟ دعم القطنيه بيوصل لها كهرباء، والفيشه بتاعت حساس لان ده بتاعت فئه اعلى، الحساس بتاع القعده لما انا اقعد هو يحس ان انا مش رابط ان انا قاعد على الكرسي فيبدا ان هو يزمر، والفيشه بتاعت الحزام اللي هي الوحيده اللي موجوده في الضفيره. فاذا ده معناه ايه بقى يا صاحبي؟ معناه يا اما ان الفرش ده مش بتاع العربيه دي، العربيه الضفيره بتاعتها فيها كابل واحد والكرسي فيه ثلاث كابلات، فيه ثلاث كابلات وفي وظيفه فيهم. يعني ممكن تقول لي يا عم هي العربيه فيها ثلاث كابلات بس هم مش شغالين، اوبشن مش شغال. هقول لك لا، ما هو في دعم قطنيه مش واصل له فيشه اصلا. فيبقى حاجه من اتنين، يا اما الضفيره مش بتاعت العربيه، الضفيره دي كلها اجمالا مش بتاعت الكراسي دي، يا اما ان الكراسي دي مش بتاعت العربيه دي. اختار لك بقى حل من الاثنين، وفي الحالتين العربيه مش مظبوطه. الفكره هنا يا رجاله ان انت دايما عينك تلمح الحاجات الصغيره، وزي ما قلت لك كل حد بيغلط او بيعمل حاجه غلط او حاجه مش مظبوطه لازم يسيب علامه. مجدعتك انك تعرف العلامه دي، ذكائك انك تعرف العلامه دي تمام. الحلقه دي مهمه قوي، حاولوا انتوا تشاروها لكل الناس، دوس عليها اعجاب، انقلها في كل مكان. الحلقه مهمه
وانتوا طلبتوها مني كتير، عايزين حلقه عن العربيات اللي مغيره رصاص. دي حلقه اهي، دي حاله من الحالات. العربيه المفروض الدواخل بتاعتها بتبقى كلها موحده لون واحد، ما ينفعش ان انا الاقي الشنطه الدواخل بتاعتها زي ما انتوا شايفين هنا كده لونها باهت، ومن قدام الغرفه لونها غامق. ما ينفعش ان انت تلاقي ده بيلمع وده طافي، كل ده مش طبيعي. ما ينفعش ان العربيه تلاقي حله المسامير بتاعتها كلها، ما ينفعش تلاقي حله الفرش ده كده وتلاقي فيه هنا اثار بويه وعلامات بويه. خلاص، كل ده علامات تبين لك ان العربيه دي فيها مشكله. العربيه اللي تلاقي الفبر بتاعها مطقطق، في حاجه غلط، المسامير باين عليها علامات فك وربط، ابدا فكك وفيها وشوف وراها ايه، لان ده حقك انت بتدفع فلوس، ما بتدفعش ورق جرايد، فده حقك. اتمنى ان اكون فدتكم بالحلقه دي. طبعا العربيه لسه فيها حاجات تانيه كتير، ولكن اللي يهمني النقط الاساسيه اللي انا وريتها لكم، النقط اللي انت ما كنتش فاهمها بعينيك. فهمتك يعني ايه ان انت تشد جرايد، تفهم وراها ايه، اللي هو الكاوتش بتاع الابواب تفهم وراه ايه، كل ده مهم قوي. اتمنى ان انا اكون وفقت في الحلقه دي ان انا اجاوبكم على سؤالكم ازاي نعرف عربيه مغيره نص او ربع منين، واتمنى ان انتم تساعدوني في ان احنا ننشرها في كل مكان عشان نقضي قدر المستطاع على غش التجار. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وايه، السلام عليكم. وما ان الصدمه كانت كبيره على صاحب العربيه وشكك في كلامنا، طبعا اكيد ما زلتش منه هو معذور، كان الله في عونه، الصدمه كبيره. فاضطريت اسفا ان احل وافكك دواخل العربيه بالكامل، وهنا كانت المفاجاه. تابع للنهايه. السقف ده كله متغير، الفبر ده مش بتاع العربيه اصلا، لان الفبر ده هنلاقي مكتوب عليه ايه، ارباجات. اهو العربيه مفيش فيها ارباجات اصلا، مفيش فيها ارباجات في السقف، مفيش عليه، ملهاش حاجه. خلاص، طيب نيجي هنا بقى للسقف نفسه. السقف نفسه كله اخد بنط لحام من اول لاخره، تمام، كل ده ايه، متبنط اهو. نيجي هنا في الحام اهو، تمام، الضفيره كلها متبهدله والعربيه ما بتنطقش، مش قاريه كنترول. تمام، السقف اهو، البنط طبعا ماشيه من اول لاخره.